معي عبر الهاتف الدكتور خالد التركي، المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل. أهلا بك دكتور خالد، مساء الخير، حياك الله عبر الأقصاد حيك الرياضي. ويا مرحبا. الله حيك، يا اهلا وسهلا. حياك الله دكتور خالد. يا اهلا. الجميل بصراحة تفاصيل أكيد أنها تهم المحبين هذا الموروث الشعبي، لكن بصراحة بشكل عام الشريحة العامة الشعب السعودي لما نقرأ الخبر شيء جميل جدا بصراحة، نشوف الحياة رجعت وبتوجيهات سمو سيد ولي العهد انه ينطلق غدا برعايه خادم الحرمين الشريفين والتشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازيه. هذا الخبر جميل وايجابي ويبعث للتفاؤل. تعليقك دكتور خالد. الله يحييكم، اولا اشكركم حقيقه على المتابعه، ولست غريبه عليكم طال عمرك. والمهرجان مثل ما ذكرت، ولله الحمد والشكر، بعد الموافقه استبشر ملاك الابل والكثير من المواطنين والخليجيين، وايضا عندنا مشاركات دوليه من العالم، من روسيا ومن فرنسا هذا العام. وفي ظل جائحه كورونا كما تعلم اصبح في يعني ولله الحمد يعني وعي كبير لدى المواطن السعودي فيما يتعلق بالالتزام بالاحترازات الوقائية وتوجيهات وزارة الصحة. والحمد لله المهرجان مثل ما سمعتم منذ بدايته كان هناك يعني ترتيب مسبق ومع عدة لجان أيضا من وزارة الصحة ومن وزارة عدة وزارات، وزارة الداخلية، حتى يكون المهرجان بإذن الله ناجع ويكون يؤدي الغرض الذي أسس من أجله، وأيضا يضمن سلامة المواطن والمشارك، وأيضا سلامة الإبل. كما تعلم فيما يتعلق كنت قبل قليل أتكلم فيه مع أحد الزملاء فيما يتعلق بالتجمعات، حتى بالنسبة المعيشة والمطاعم اللي كانت موجودة، كان في ميز للمدنيين يأخذ بالآلاف، ميز للعسكريين يأخذ بالآلاف. السنة هذه ألغيت هذه الميزات، ألغيت البوفيهات، ألغي كل شيء. أيضا في مجال فيما يتعلق بتخييم والتزام الملاك والتأجير، كانوا ملاك مفتوح في العام الماضية، من أراد أن يستأجر أرضه ويضع مخيم كبير جدا مفتوح له المجال، كل حسب إمكاناته وحسب قدراته. هذا العام حددت كلها هذه الأشياء بمساحات صغيرة كله، حتى يتم تجنيب المواطنين لحدوث لا قدر الله عدوى أو انتقال فيروس كورونا. ولذلك هذه الاحترازات موجودة، الأمن يقدم خدمات كبيرة، وهناك جولات مباشرة ومستمرة ليلا ونهار على الميادين وعلى المخيمات وعلى شارع الدهنة وعلى المشاركين وعلى الزوار، وكل حقيقة في كل مكان. يعني أنا وأمشي بسيارتي تجد أني أسمع المسؤول الأمني يقول الكمامة، مع أني أنا لوحدي. فالحمد لله ملتزمون بالإجراءات. اليوم كان عندنا المؤتمر الأول، كنت لابس الكمامة من البداية، أصلا من يوم دخلت وأنا لابس الكمامة وأتكلم مع الجمهور ومع الإعلاميين ومع المشاركين في المؤتمر اليوم، وأقول لهم أنا كما تروني لابس الكمامة وأتكلم وكل شيء واصل ولا في أي إشكالية. والمبادرة اللي طلعت من وزارة الصحة قبل أيام وأطلقت فيما تعلق يكفي عيونك، فلذلك أنت الإنسان تغطي الأنف وتغطي الفم حتى احترازيا، حتى لا تتسبب في نقل العدوى. الحمد لله كل الأمور تسير على ما خطط لها، والمهرجان بدأ بدخول الفئات المحددة عن طريق البوابات، وسيبدأ التحكيم إن شاء الله يوم الغد بإذن الله عز وجل لفئات الفحل المجاهيم، الفحل وإنتاجه، ثم بعدين تأتي عاد الفئات الأخرى إن شاء الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد التركي المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وشكرا طبعا لموافاته بصراحة، ودائما يكون متجاوب معنا. وبإذن الله طبعا كما عودناكم من يعني الحدث وتغطيته وشبكة قنوات 24، والأكيد أنه راح نبثه بشكل مباشر، واللهم لك الحمد والشكر. والحياة وقريبا يعني الحمد لله الحياة عادت، وهذا شيء جميل
ويعني لنا الشيء الكثير جدا. شكرا للدكتور طبعا مداخلته المتحدث.